ويخرج ازاي ويستمتع بالمباراه ازاي. طبعا مع زميلنا استاذ وليد المهدي طبعا مدير اداره المباريات بالنادي الاهلي، كل التفاصيل ده طبعا هتكون مع وليد اكيد. اتفضل يا امير. جدد التحيه بيك يا كابتن فاروق واستاذ محمد وكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اكيد تواجد عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي بكره 50,000 متفرج، اكيد في تنسيق وفي اسلوب معين هيتم من خلاله دخول لاعبي او طبعا دخول جمهور النادي الاهلي. لكن خليني اقول لك ان معايا في هذه اللحظات كابتن وليد مهدي مدير اداره المباريات بالنادي الاهلي. وليد برحب بيك في البدايه، واكيد بكره يوم مهم جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، تواجد عدد كبير من الجمهور اخيرا يمكن 50,000 متفرج هيكون متواجد. قول لي الاسلوب ازاي اللي هيتم دخول بيه الجماهير، ايه التعليمات اللي لازم الجماهير طبعا يلتزموا بيها، كل التفاصيل الخاصه بكره بعدد الجمهور اللي هيكون متواجد. ازيك يا امير، بسلم عليك وبسلم على كابتن محمد فاروق واستاذ محمد ابو الخير، الاثنين اللي ما خدوش دعوه في الماتش ده سبحان الله، بتقول لي موجودين في الاستوديو هم الاثنين دول اللي شاءت الظروف. يعني في ناس كتير على فكره مش هم بس. معلش انت عارف ان جمهور الاهلي كبير والمهتم بمباراه النادي الاهلي حوالي 3.5 مليون مشجع، وكل المتاح لنا 50,000. حضرتك بتتكلم في 3 يعني 3 مليون 450 الف كانوا مهتمين ان هم يحضروا المباراه، فبالتالي اللي دخل على الاونلاين وما لقاش السيستم زعلان، واللي دخل وحجز وفي مشكله برضه زعلان، واللي ما خدش دعوات زعلان، يعني ففي الاخر كله ربنا يكتب لنا الفوز بكره ان شاء الله. وانا بالنيابه عن اداره النادي الاهلي التنفيذيه بعتذر لاي حد مش هيقدر يتمكن ان هو يحضر مباراه، ولكن متاكدين ان هو قلبه معانا وقلبه مع النادي الاهلي. ده بالنسبه للجزئيه الاولى. الجزئيه الثانيه هو احنا انتهينا من مساله توزيع البطاقات وتوزيع التيكت الاونلاين، وداخلين على المرحله الثالثه بكره اللي هي ان شاء الله دخول المباراه. من فضل حضرتك جمهور النادي الاهلي رساله صغيره، اللي بيحمل بطاقه جمهور النادي الاهلي لازم يبقى معاه تذكره السوداء اللي هي الثانيه المميزه، والموديل محدد له باب 7 و8. اللي حضرتك اللي بيحمل بطاقه بتذكره النادي الاهلي اللي هي بدون بطاقه اللي هي الثالثه شمال الموحده اللي ورا الجون دوت، حضرتك هيخش من باب 5 وباب 6. حضرتك الاربع بيبان دول حضرتك هتاخد اللي جاي من الطريق الصحراوي من القاهره ياخد شمال على طول طبقا لتعليمات الامن على من عند ماكدونالدز شمال على استاد برج العرب. البوابات دي وهتنزل قبل البنزينه بحوالي 100 متر، يعني هتمشي حوالي 200 متر بس تسهيلا لك على المشكله اللي احنا كنا بنعاني منها. دي اول جزئيه، واتمنى جزئيه مهمه بصراحه اللي معايا التذكره السوداء ومع بطاقة الجمهور ومع اللي هي الدرجة الثانية المميزة والدرجة الثالثة، من فضل حضرتك مكانك اللي هو باب 5 و6 و7 و8 روح على الباب بتاعك، ما تروحش على باب ثاني. وحضرتك خد من الطريق الصحراوي شمال على طول من ماكدونالدز، خد انزل على طريق برج العرب، الطريق اللي اتجدد واللي حضرتك شفناه كلنا، واعتقد انت جيت لقيت الامور اتغيرت. طيب اللي حامل الدرجة الأولى شمال ويمين، التذكرة الحمراء والتذكرة الخضراء، واللي حامل المقصورة الأمامية، واللي حامل المقصورة الرئيسية، واللي حامل الفي اي بي، من فضل حضرتك هتاخد برضه مش هتطلع أول كوبري برج العرب اللي جه منه الدرجة الثانية والثالثة، لا هتطلع هتكمل على طول وهتلف أول شمال وتاخد طريق المستجد مرورا وصولا بالصينية بتاع برج العرب شمال على باب 1 وباب 10 وباب 3 وباب 2 المحدد كله على مكتوب على التيكت بتاعه. فمن فضل حضرتك الغرض من الموضوع ده ايه طبقا لتعليمات الامن؟ ان حضرتك تقسم ال 50,000 30,000 من مكان و20,000 من مكان، فكده هيحصل التكدس اللي بيحصل كل مره لو ركزنا هينتهي لو سمعنا بس في الحته دي، انما لو كلنا رحنا في حته واحده ومكان واحد واكمنه واحده فبالتالي هيحصل التكدس اللي حضرتك بتشوفه. ده بالنسبه للطرق بتاع الخاصه بالمباراه. واما للممنوعات من فضلك برضو يا جمهور النادي الاهلي، حضرتك كله بياخد معاه باور بانك، باور بانك ده جسم صلب فممنوع
فاصلا حضرتك لو انا حذفت عليك الباور بانك ده هيعورك، فبالتالي الامن بيجي على الباب ياخد الباور بانك. طيب الباور بانك ده هياخده يعدمه ولا يديه للامن وتيجي تاخده ما تلاقيهوش فتقول احنا اتاخد مننا؟ لا، حضرتك تيجي باور بانك، حضرتك ما تجيش بعصايه حديديه ولا بعصايه خشبيه، حضرتك ما تجيش بشماريخ، حضرتك ما تجيش باي ممنوعات، ما تجيش بكنز مقفول، عشان الكنز المقفول ده لو اتحدف على حد ممكن يعمل مشكله. هي دي كلها الممنوعات. حضرتك تعالى شجع النادي الاهلي، شجع النادي الاهلي بكل ما اوتيت من قوه بالحاجات المتاحه بدون مشاكل. هي دي الممنوعات وهو ده الطرق، ودي خدمه جديده بنقدمها لجمهور الاهلي اسمها طريقك للمباراه والممنوعات. اقرا التذكره اللي على ظهر التذكره التعليمات، هتلاقي حاجات كتير، يعني خد بس نص دقيقه من وقتك واقرا على ظهر التذكره، هتلاقي كلام مهم وكلام معقول ان حضرتك الاستاد ده ملكك والنادي هو اللي بيدفع اي تلفيات والالتزام سلوك حضاري، وده اللي اتعودنا عليه من جمهور النادي الاهلي. رساله اخيره، غرفه العمليات في النادي الاهلي وفي مشروع بطاقه الجمهور رصدت بعض التعثرات في منطقة بنها ومنطقة القناطر الخيرية ومنطقة ثالثة، اعتقد ان دول بسبب ان اللي ما كانش معاه بطاقة ولا له حق تذكرة راح وتكدس وتجمهر وزود العدد، ولكن بالتالي بدأنا نتواصل برضو مع الجهات المعنية وان احنا بنحتوي حوالي 170 اللي عندهم المشكلة، وبحيث ان يبقى 50,000 رايح وهو واخد طريقه صح والتيكت بتاعه صح والبطاقة صح والممنوعات عارفها والالتزامات عارفها والطريق بتاعه عارفه، علشان نطلع لكلنا لبر الأمان. بنقول له آخر حاجة، حضرتك تعالى استريح لحد قبل المباراة بساعة، شجع من أول دقيقة لآخر دقيقة، ما قبل ذلك ريح نفسك. الأبواب هتغلق إمتى؟ الأبواب هتفتح من الساعة 11 وهتتقفل الساعة 6 أو حسب امتلاء الساعة المحددة للاستاد. حضرتك زي ما أنت عارف برضو السيد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع السيد رئيس مجلس إدارة نادي النجم الساحلي، وده المنهج الجديد اللي خده بالنسبة للجمهور الشقيق، إن الدخول بجواز السفر، وده بيعظم دور جواز السفر سواء مصري او تونسي او ايا كان نوعه، ودي حاجه جديده برضو النادي الاهلي اللي عملها من اسلوب احتواء الجماهير في كل الانحاء سواء انت بتلعب جوه مصر او بره مصر. شكرا لي. شكرا يا امير توفيق. شكرا.